من رجال الطايره وسيدات الطايره الى رجال مارسيل كولر. بالمناسبه انا مبسوط جدا بالطايره سواء رجال ولا سيدات، لانه حاجه جميله جدا وكلنا مبسوطين بيها، وفي نفس الوقت لما بتبقى كمان على شاشه قناه النادي الاهلي. كان المباريات موجوده امبارح واول امبارح على شاشه قناه النادي الاهلي مع زميلتنا مريم سميح وزميلنا هيثم السعيد، فبالتالي بتبقى مبسوط اكتر ان انت جمهور النادي الاهلي بيشوف المباريات كلها على شاشه على قناتنا دي كمان، يعني على قناتنا دي، وبتشوف الفرحه والسعاده، وبيجي لنا طبعا كل ردود الافعال الحقيقه اللي انا ببقى دايما سعيد بيها جدا 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 الحقيقه. وكل اللي انا بقوله يا جماعه هو جمهور النادي الاهلي، اي حاجه احنا بنعملها مره تانية وتالتة وعشرة، ما بنعملش حاجة غير عشان خاطر جمهور النادي الأهلي. صدقوني كلما تتاح الفرص ان احنا نقدر نعمل حاجة على شاشة قناة الأهلي، الجميع من الأول المهندس سيف الوزيري لغاية أصغر عامل في قناة النادي الأهلي، كلنا الحقيقة بنحاول أن نساعد للوصول إلى ما هو أفضل وأفضل دائما، لكن في بعض الأمور طبعا بتبقى خارج إيدينا. خلينا نروح بقى لكرة القدم واللي بيحصل الحقيقة في كرة القدم. كسبت سيمبا، البعض وعقلنا نتناقش في هذا الأمر بيشوف إن أنت ما عملتش مباراة حلوة ولكن كسبت وصعدت. منهم مارسيل كولر من الناس دي. من مميزات الفريق البطل انه بيعرف يكسب في اي حال من احواله، سواء كان مستوى جيد او مستوى اقل من الجيد، خصوصا مع ضغط. انا هسألك اسئلة الشارع وقول لي رايك ونتبادل الادوار وابقى اقول لك رايي بعد كده. اسئله الشارع تقول لك انه هو احنا وحشين في المباراه دي، اللي جاي هيبقى ايه؟ مش مساله اللي انت بتقوله بقى، مساله ان احنا اللي جاي هنعمل فيه ايه. في حاجه اسمها ظروف المباراه، لاي حد فاهم في الرياضه عموما في ظروف مباراه. في مباراه لعبتك كانت جايه فيها من المنتخب لعبه ماتشين ورا بعض، وفي مباراه تانية ليها ظروف حسابيه مختلفه بتريح فيها اللعيبه لانك عندك ماتش بعد 48 ساعه والكلام ده كله. وفي مدرب يجيد ان هو ياخد اللي هو عايزه من المباراه باقل مجهود. كان من مميزات مستر مانويل جوزيه في الجيل بتاع كابتن اسلام الشاطر يقول لك الاهلي بيكسب وهو وحش، بيعرف يكسب وهو وحش. دي كانت كلمه بتقال قليل لما يعني كانت كلمه بتقال. لا ما هو انت كنت بتلعب يا كابتن خمس بطولات في السنه، صحيح بتروح كاس عالم وبتلعب بطوله افريقيا ودوري وكاس وسوبر، فطبيعي جدا طبيعي جدا ان يبقى في وقت من الاوقات المستوى مش 100%، يبقى 70 يبقى 60 كمان، ده عادي جدا. صحيح. مستر مارسيل كولر مثلا بيعتمد على حوالي 18 لعيب، مش 12 لعيب مش 11 لعيب، لا بيعتمد على حوالي 18 لعيب. يعني مثلا مفاجاه الماتش اللي فات مثلا عمرو السوليه، وجود عناصر جديده بتلعب الفتره، مصطفى شوبير مثلا. مصطفى شوبير انا بالنسبه لي ده من اهم الاضافات في فريق النادي الاهلي، واحد شايل الماتشات اللي فاتت دي كلها، وانا منحاز لمصطفى بشكل شخصي، يعني انه طبعا غير ان هو اخويا هو عنده نفس الكيس بتاعتي اللي انا كنت بعاني منها طول حياتي في النادي الاهلي، هو ابن احمد شوبير، وده كان في الاول مسبب له مشاكل، بس هو في النهايه هو دلوقتي من احسن الاجوان الموجوده على الساحه في مصر كلها. نفس الكلام انت بتتكلم، وخلي بالك وانت بتتكلم على مصطفى بهذا الجمال اللي كلنا هنتكلم عنه ولسه هنقول عنه كتير، ولكن على الجانب الاخر عوده الشناوي تمثل قوه كبيره جدا جدا طبعا جدا جدا احسن في افريقيا، وعوده الاساس في هذه الامور ان الشناوي بيمثل هو القوه الرئيسيه في النادي. بس انت في وجود شوبير اللي بيلعب مثلا الماتش الذهاب في نهائي افريقيا السنه اللي فاتت، وبيلعب الماتشات دي ماتش الزمالك في ماتش سوبر، وبيلعب الماتشات في افريقيا سيمي يعني لحد دور ال 16 اهو، الماتش سيمي رايح جاي ما شاء الله عليه باداء ثابت بشخصيه قويه جدا في الملعب. كل ده محدش حاسس ان في مشكله، مش حاسس يعني وجود الشناوي طبعا ده كابتن الفرقه في النهايه، محمد الشناوي هو كابتن فريق النادي الاهلي. دور الشناوي مش الملعب بس، صحيح، لكن وجود حارس شاب، حارس امكانياته قويه شخصيته قويه، ده لا لازم الناس تتكلم عنه. انا شايف ان مصطفى بصراحه مظلوم جدا، يعني الراجل ده في الماتش اللي فات مثلا عبد الحق بن شيخه بيقول ان مصطفى شوبير سبب تاهل النادي الاهلي، ده مش شيء عادي، ده لا ده شخص بيثبت. وانا برضو يعني في نفس الوقت خلي بالك انت عندك 11 لعيب، ال 11 لعيب كلهم يا جماعه عندهم القدره على ان انت تصعد، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا عبد الرحمن، بمعنى انه احنا شايفين ان مصطفى له دور كبير، ولكن شايفين ان محمد عبد المنعم له دور كبير طبعا، شايفين ان رامي ربيع له دور كبير. عمرو السوليه مثلا بعودته انا شايف ان عودته بتوقيت مناسب جدا مع غياب ديانج مثلا للاصابه، انت حاسس ان عمرو السوليه من ركائز الفرقه الاساسيه رغم ان هو كان مصاب اصابه ابعدته عن الملعب شويه حلوين يعني. ونفس الكلام مثلا انت بيحصل لك دروبات في خط الدفاع،
ياسر يغيب تلاعب عبد المنعم ورامي ربيعه الاثنين مستواهم كان الاثنين بيلعبوا مع بعض طول المواسم اللي فاتت عادي خالص، وده من المميزات اللي صحيح. حطها مستر مصر الكوره كابتن بصراحه. بس قبل ما نطلع نشوف التقرير بس يا جماعه ثانيه واحده، لانه انا عكس الناس في هذا الامر تحديدا، يعني في موضوع الفريق انا بشوف ان انت عملت مباراه جيده اللي انت عايزه. لا جيده، يعني انت ما كانش يعني فريق سيمبا ما راحش الجون بتاعك كتير. انت ما روحتش برضو، ضيعت يمكن الشوط الثاني اكتر شويه، ولكن في النهايه انت عندك فرقه يعتمد عليها في ظروف هذه الاصابات الكثيره جدا والكبيره جدا، في ظروف هذا الاجهاد الكبير جدا والكثير جدا. اوعوا تسمعوا كلام بعض المحللين اللي بيطلعوا يقولوا لكم اصل في فرق عملت وفرق لا، النادي الاهلي صدقوني وسط هذه السفريات الطويله جدا ووسط هذه المباريات اللي بيبقى عليه اي لعيب في النادي الاهلي بيعرف الكلام اللي انا بقوله ده، ان بيبقى عليك ضغط كبير جدا جدا جدا. لو اي لعيب تاني بيحتاج للراحه يوم، انت بتحتاج يوم ونص، مش هقول يومين، هقول يوم ونص، لانه انت بيبقى عندك تركيز ذهني كبير جدا جدا. التركيز الذهني ده بياخد منك، اوعى حد يفتكر ان انت لما تفكر الموضوع بسيط، لا الموضوع صعب جدا جدا جدا. فعشان كده بقول لحضراتكم بالعكس، انا شايف ان المباراه كويسه جدا، قدرنا نكسب، مش كويسه جدا انا اسف، هي مباراه عندك كام لعيب راجع من اصابه بعده ممتاز، يعني هي مباراه جيده وعمرو السوليه مثلا، هي مباراه جيده طبعا، زي ما عبد الرحمن قال انه انا خدت فيها اللي انا عايزه، بقى خلينا نخلص ونحط دي على جنب وننظر لما هو قادم. اللي عايز اتكلم عنه برضو، لانه ما يقول لك اصل احنا مازيمبي مين يا جماعه؟ ماتش صعب فنيا، هتكلم عنه فنيا وانا وعبد الرحمن وهنشوف كل هذه الامور، ولكن في نفس الوقت خلينا نبقى واقفين على رجلينا ومقتنعين ان احنا عندنا كلنا كجمهور النادي الاهلي، يعني اقصد عندنا فريق قوي جدا جدا جدا، احسن فريق في افريقيا واحسن فريق في مصر واحسن فريق في افريقيا، مش بالكلام ولكن بعدد اللاعبين اللي عندك. انت عندك كام لعيب اصابه يا عبد الرحمن؟ قول لي كده اللي انت فاكرهم. لا انت بتتكلم على اللي راجع من الاصابه الماتش ده؟ الماتش لا سيبك من اللي راجع من الاصابه، هتكلم عنه، ولكن ماشي. اللي مصاب يعني انت خسرت حسين الشحات الماتش ده اهو، عندك شرط. لا انا بتكلم اللي قبل الماتش. الشناوي دي واحد، ديانج اثنين، مين تاني يا جماعه؟ ده انت عندك 3-4 لعيبه، ياسر ابراهيم تمام، ثلاثه، وده دول ثلاثة أساسيين بالمناسبة. والثلاثة يعني لعيبة أساسية، مش هقول غير الثلاثة دول، وسام أبو علي بالمناسبة برضو مهاجم أساسي برضو. يعني أدي 4 لاعبين كان من الممكن أن يكون لهم دور كبير جدا، تخيل لو الأربع لاعبين دول موجودين مع الفرقة. ها فاللي أنا بقوله وسط هذه الظروف، وسط إن أنا مسافر ورايح وجاي وبكرة عندي ماتش وبعدين هريح يوم ولا يومين أروح أصلي العيد مع أهلي في البلد واللي هنا واللي هنا واللي هنا، وبعدين أرجع عشان ألعب الماتش اللي بعده وبعدين الماتش اللي بعده، كل ده خلال يومين أو ثلاثة. أنا عارف تماما إن دي الجدول والنادي الأهلي موافق على هذا الجدول، ما عندناش مشكلة في هذا الكلام، ولكن في النهاية يا جماعة يجب أن نقف مع هذا الفريق المحترم، يجب أن نقف مع مارسيل كولر المدير الفني القوي للنادي الأهلي. اوعوا تصدقوا الكلام اللي بيتقال، اوعوا تصدقوا كلام الهجاس والمهرج والمش عارف مين والبتاع، الكلام الفاضي اللي بيتقال ده والله. ممكن ننتقد فنيا زي ما قلت لحضراتكم، ولكن انت معاك فريق قوي، معاك فريق تقدر تقف وراه وتقول وتحط رجل على رجل كده وتقول انا عندي 30 لعيب كلهم احسن من بعض، وان شاء الله ربنا يكرمنا ببطوله الدوري، وان شاء الله ربنا يكرمنا ببطوله الكاس، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله الافريقيه. يا عبد الرحمن انا كابتن عندي بس تعليقين صغيرين جدا. اتفضل. في وقت من الاوقات كانت الناس كلها بتتكلم مثلا عن انتوني موريست وان الراجل بعيد، وانا ده شايف ان انتوني موريست من اكتر اللعيبه المؤثره في الفرقه، ما حدش بيجيب سيرته دلوقتي خالص يا كابتن. اللي صنع هدف عمرو السوليه هو على فكره، لو هو مش هدفه خدمه الفريق كان ممكن يحاول فيها هو بالمناسبه، انما الراجل بصراحه يعني انتوني موديست من اللعيبه اللي هدفها خدمه الفرقه. صحيح. من غير رغم ان كان عليه ضغوطات نفسيه كابتن، المفروض يعني واحد غيره اي فرصه تجيله يحاول فيها، لا الراجل شغال لمصلحه الفرقه ومش مهم هو يهدف، وليه دور اساسي مهم جدا. وانا شايف ان الماتش اللي فات ده لو انتوني موديست كان طماع كان ممكن كام فرصه، كان جول عمرو السوليه مثلا ما كانش جه، كان هو هياخدها هو يحاول فيها ويلف وبتاع والكلام ده كله. نفس الكلام لمعظم لاعبي النادي الاهلي اللي دلوقتي وصلوا لمرحله من النضج ان مفيش حد بيفكر في نفسه. حقيقي هتطلعنا تقرير؟ يلا بينا نروح نشوف بقى تقرير عن المرض الاحمر اللي وصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال20 في تاريخه.